منا مقبرة الأحزاب. لا 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 هلا بالوقت هذا لا، في العصر الشباب الجديد لا، في ناس بتعتقد هاي يلي بتحب تهاجم الأحزاب. ليش الأحزاب بتكبر وتنمى بيطلعوا عليها الصفات هاي؟ رح أتركك تصوت مثل ما أنت بدك. أدي هاي هاي. ليش هاي؟ لأنه عندي أشخاص فيها بحترمهم وبعزهم. تفضل. وبعرف وين قادرين شو بصوتهم. بعرف بحطوا شحطة على صوت التبديلي أكثر. بعرف هي القانون عاطل جدا جدا جدا. أنا بدي صوتي هون. أنا مثلا في اثنين بحبهم بصوت لهم، والباقي مجبور صوت لهم. لاي انا اقتنع بخص اسم معين بصوت لهم، حتى اذا كان متحالف مع خطين انت ضده. هلا بده يجبرني يمكن اصوت لك. وانا اسعد نكد. ايه لانه اسعد نكد ما وعدش، عمل قبل ما يوعد. اكيد بننتخب مرام، هيك بنشجع العنصر النسائي. هيك حتعملي؟ اكيد. أنا بعد ما مات إلي بايك مع شو زعمات مرته ممتاز. مرته عزيز. أجيني واحد قال مختار نحن معودين، قال لك شو بدك؟ قال لي لا تروح. قال عملوا لنا الصوت ب 1500. قلت له لا، كل صوتين شقفة طارد وثلاث صوت بعطيك شقة يا أخي. تنتخب بزحلة؟ اي نعم. والله بدك تنتخب؟ هلا رح اعمل لك بروفا انا. بس بدنا عندك قلم؟ نسينا القلم بالسيارة. انت مين تنتخب؟ بيوتات سياسية ولا احزاب؟ نعم. انه زحلة معروفة كانوا يقولوا لها مقبرة الاحزاب، مزبوط؟ هيك بيقولوا بس هي مش مزبوط. حط على زحلة قضيتنا قوات يعني. ومين حطينا تفضيلة؟ مين حطيت؟ ايسر معلوف؟ ليش؟ يعني عايز تختار ايسر معلوف، عايز تختار اللاحق. اول شيء انا حزبي. ايه اول شيء بياخذ دوات اللبنانيه فقط الصندوق. ايه ثاني شيء ايسر شاب بيت مفتوح سياسي عريق اهله وعائلته وبيت خدمات. بيقولوا بزحله انه هي مقبره الاحزاب، فانت بتوافق عليها؟ بعطيكي قلم لحظه. هلا كاحزاب انا ما بتفهمون. الاحزاب ما بتفهمون. تفضلي اكثر بيوتات سياسيه مثلا بيت سكير بيت صغرينا هذا سعيد. ايه عمليا هيك صوت التفضيلي على اساس طيفتك يعني بتنقي ولا كيف؟ اكيد. على اساس بتروح تنتخب هلا؟ احد نحن يعني بتنقي بيوتات سياسيه بتوافق انه زحله مثلا مقبره الاحزاب ولا مش بتوافق؟ مقبره الاحزاب كل العالم متواجده بزحله. ايه بس انت توافق انه هي انه الاحزاب ما كثير بتقلع بزحله اكثر للبيوتات السياسيه؟ كل العالم موجود بزحلة. نحن بيهمنا الشخص اللي بيخدم زحلة. مين عم يخدم زحلة هذا؟ واللي مرجعيته بزحلة، يعني مرجعيته قراره بزحلة. مين؟ مشيت لا، في كذا أشخاص. مين اليوم مرجعيته بزحلة؟ في مريم سكيف؟ في كان في مريم سكيف، في غيره من مريم سكيف. تغيرت الخبرية هلا. يعطيكم العافية. شكرا لك. ميرسي. يا باي باي. أهلا وسهلا. خلينا معك، على اي اساس بتروح بتصوت؟ بيوتات سياسية، احزاب يعني؟ الاحزاب بزحلة تاريخيا زحلني، بس يصير شيء بيلتفوا زحلني على بعضهم، بينسوا كل شيء اسمه احزاب. والله جاي اللايحة عندي اشخاص باين اللي عندي. مين بهي بتختار خضرا؟ هاي مريم سكيف. طيب ومين بتختار معك؟ هاي بنقولها فتوش. كانت مقبرة الاحزاب، ما بننكر انه هلا صار في احزاب زحلة بالبلدية ربحوا. انت عايز تروح تصوت معيار بيوتات سياسية ولا احزاب؟ أنا لا أحزاب ولا سياسية لا شيء، ماشي نهائيا. ما بتصوت؟ بلا بصوت. بس كيف بتصوت على أساس؟ كيف بتنقي؟ مثلي تقريبا مثل إلي. يعني إلي وإلي.